اخوكو. مال طلع تقيل قوي. تخين؟ تخين ايه يا غبي؟ امال ايه؟ حد مهم جدا. لازم يا مهم، مش ابن امبابا يعني امبابا باريس مصر. بس يا حبيبي انت هتنقط، اسكت خالص انت. المهم يا سياده المستشار، ايه هي الخطوه التاليه؟ الخطوه التاليه ان احنا نروح نقابله، لان انا طلع عين اهلي عشان اعرف اخد منه ميعاد. بص بقى سعاده المستشار العيله، انا مش هتحرك من هنا الا لما تديني النسبه بتاعتي. نسبه ايه يا غبي؟ ده اخوك انت. بس اسكت خالص. الاهم يا سياده المستشار ان ما ينفعش اروح لاخويا وانا جعان، عشان عينيا ما تروحش على تفاحيه كده ولا ايدي تروح على موزايه كده. فعلا انا قريت كتاب ان ما ينفعش حد يروح لاخوه وهو جعان. ده كتاب ايه ده؟ ده كتاب ابله فضيله. ابله فضيله؟ طب انا بقول احنا نروح نتعشى. مين هياكل؟ احنا. مين هيدفع؟ انت. سيبك من كل ده، خلينا في المهم، هناكل فين؟ ولا 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 سيب الفيل. انت اللي بينت له. انا كنت بمسحه، كنت بمسحه بس. ما شاء الله ربنا يخليه. بس انا مش متخيل اللي انتوا بتقولوه ده. ولا احنا كمان كنا نتخيل ان يطلع لنا اخ نضيف كده. انت انضف اخ في اخواتنا. ما شاء الله، زيطه وزنبليطه ورسومات على الحيطه، وما شاء الله يعني تلاقي عندك في البنك 7 مليون جنيه. خمسه بس؟ خمسه في عينك. بس قولوا لي بقى، احنا اخواتنا كتير. لينا اخوات كتير طبعا، بس تلاقينا شويه وفي شويه ما تلاقيناهمش. ما ايه؟ ما تلاقيناهمش. لا ثانية واحدة كده، قول تاني كده. لقينا في اخوات لقيناهم واخوات. لا الأخيرة الأخيرة. ما تلاقيناهمش. ما تلاقينا اتش. حلو قوي. انتوا عارفين ان بابا لمح لي بحاجة زي كده؟ يا سلام على تلميحات بابا. الراجل ده فعلا كنز. بابا الله يرحمه، الراجل ده كان ليه. الله يرحمه ايه؟ ابويا عايش لسه. ما انا قصدي الله يرحمه ويمسيه بالخير. والوالد بقى لمح لحضرتك بايه؟ اه، واحنا مره في اليابان. ياه اليابان، فكرتني باحلى ايام عمرنا وعسليه. هو اليابان دي فين؟ في اسيا. في اسيا؟ في ايه؟ في اسيا. اه. لا دي اسيا قوي. المهم بابا قال لي لازم نزور مصر. انا عايز اشوف امي ضروري والنهارده. انا يا دكتور، ده ناخدك الحاره عندنا وقعدك على القهوه واشربك شيشه اقول لك حاجه واكلك سندوتش كبده من عم ظريف. بس كبده ايه؟ معفنه كده ولا احنا مش قد المقام يعني؟ لا ازاي بقى تقول كده يا عسليه، ده انا واحد منكم، وبعدين احنا ولاد تسعه. ولاد تسعه ولا ولاد امبابه؟ انا ما قلتليش يا دكتور بقى بصفتك دكتور، يعني هو حضرتك دكتور فيه بالظبط؟ اصل انا بصراحه القولون تعبني وصوتي نفسي يبقى حلو. لا انا مش دكتور كده خالص، انا دكتور اشعاعات. اشعاعات؟ وليه تجيب في سيره الناس؟ النميمه حرام يا دكتور. نميمه ايه وبتاع ايه؟ اشعاعات، طاقه نوويه يعني. نوويه. مش تقول كده بقى. بقول لك إيه؟ ايه، انت عارف نوويه يعني ايه؟ يعني ايه؟ العيال في رمضان بيجيبوا ايه، شويه رمل على شويه زلط ولفهم بسلكه، وبعد كده لفهم بحته قماشه ورحت رك حافينك بيها، اللي هي القنبله الذريه يعني. يعني انت دكتور في البوم. بحدف بوم وحوي يا وحوي. الياح. تشربوا ايه بقى؟ لا 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 والله ما في داعي. ايه؟ ما فيش داعي ليه؟ ما فيش داعي. هو اخوك ولا اخونا؟ اخوك. في داعي؟ انا هاخد نص فرخه مشويه ونص طرب وحواوشي. تاخد حواوشي وحواوشي ونص كيلو لبن. زي بالظبط، بس انا بعد حضرتك مش عايز لبن، عايز واحد شبتشينو. لا طالما بقى في داعي 34 قطعه سوشي عشان الدايت بس. دايت. يا سلام، من عينيا طبعا. ناتالي، أربعة شاي سكر زيادة يا حبيبتي بسرعة. إيه ده؟ إيه؟ أمال بتعشمنا ليه؟
عايز 5 كومودينو كمان هنا بسرعة. يلا نعم يلا بدنا نزود لك المهل بسرعة. كوتش احنا داخلين بطولة سباحة وليه؟ استراحة استراحة. مالك في ايه؟ كوتش يا كوتش يا كوتش انا اول مرة اشوف لعيبة كورة بتتمرن بعفش. يا كوتش هو ده بيتك ولا احنا جايين نسرقه؟ مش عايز رغي كتير فاهم؟ شكلك هتفطرنا كلوكوز النهارده يا كوتش. كلوكوز هفطركوا زرافه يا حبيبي. اشتغل. ايه ده ايه ده؟ فين اكرم يا بكار؟ عم يتطحلب. يتطحلب؟ اكرم اكرم. ايه يا عمرو في ايه يا عمرو؟ ازيك يا عمرو عامل ايه؟ احترمني قدام الولاد شويه ممكن؟ حاضر يا عمرو. تعال تعال تعال. شايف دي؟ شايفها. ها؟ اه يلا يلا عايزك تشيلها 10 11 مره كده. يلا مش هعمل انا الكلام ده. طيب اقعد اقعد. انا قلبي مقبوض يا كوتش. مين بالله قال هي؟ هي في دماغي. ايوه كلنا يلا نشيل بسرعة. 20 عدة. يلا 1 2. في برد فوق قوي. ارفع شيل. استراح استراح. الله معلش تعبناك يا اكرم. لا زهقت انا لازم اخد راحة. ارتاح شوية معلش. الواد ده شفطه عليا يا باشمهندس. القطمية ضربت مني. ايه يا فندم؟ القطمية ضربت مني يا باشمهندس. باشمهندس والقطمية ضربت منك؟ ما تجرب التجمع الخامس يا حبيبي. حلو يا فندم. اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. يا مساء الاناقه والشياكه. عوض الله السادس عشر مشروع مدير فرقه عوض الله للموسيقى. افراح طول اعياد ميلاد بجميع انواع الزفه. اسكندراني دمياطي تايواني حتى. ها اهلا بيك يا مايسترو. اهلا 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 اهلا. فعلا الواقع هنا احلى بكتير. اشكرك يا فندم اشكرك. مش قادر مش قادر. عايز اقول لك اتفضل والله مش قادر مش قادر. الدنيا مش مظبوطه خالص جوه. مش قادر مش قادر. حضرتك بقى قول لي الحفله اللي جايه عشانها يعني فندق اوتيل فيها سفر؟ ها انا جاهز انا بتاع. هجي لك ونقعد ونتفق. بس قول لي الاول قول بيت الست امبابه فين؟ يا تسع الست امبابه. ست امبابه الله يرحم ايامها ايامها ما عادتش بتيجي تاني خالص. والشبايك الشبايك كانت في العلالي كانت ست كمل. بس لسه لسه الحيطه فيها. وبتقول بتقول بتقول, بتقول. انت اشتغلت معاها قبل كده يا مايستر؟ لا لا لا. ابويا ابويا الله يرحمه كان رمانه المزاد. كان يجيبها يمين ها ويجيبها شمال. بس لولا الايام الغبره اللي احنا فيها دي بقى. ما تقلقش يا مايسترو كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن. بس قول لي بقى بيتها فين؟ ها؟ ها؟ أول بلكونة قدامك أهي. شكر أوي يا مايسترو. هنقعد مع بعض تاني. أكيد. نورت. أهلاً أهلاً. أهلاً أهلاً. ايه ده مفيش فاتح محول؟ احنا نهزر بقى. نهزر طبعا. ايه يا بوش؟ هي ميازيه وخلاص؟ يعني انت تعرفهم دول عشان تيازيهم؟ ما اعرفهمش. تبقى ميازيه. بس لازم اعرف. الحوار ده مش مظبوط. تصدق يا خيبوش؟ انا خايف بقى ان انت تحبسني. هتحبسني قريب يا خيبوش. انا عندي مهرجان وداخل على مهرجان. السلام عليكم. الواد على طول متوتر كده. يا ضيف. تعالى. يا ترى خدمتنا في الاكل عجبتكم؟ مفيش احلى من كده. مش عايزين فلوس وانتوا بتاكلوا؟ لا احنا ناخد سندوتشات كبده وسجق. طب مش عايزين حد تثبتوه؟ ما بنثبتش حد متوتي. طيب ده دبان. السلام عليكم. Now what we have done with Murad Research John. Don't worry boss.
Everything's perfect. According to the plan, our man there spotted everything and put the necessary preparations for it. Gorgeous. Very, very good. But don't forget that our target is not to set up this conference. By all means, whatever it takes. And let's see how the Egyptians are strong. Do you think they are strong? And now to the following conference. Now to the following conference. Okay, let's go. الو انا اتحرك زي ما قلت لك اول ما يمسك الطريق. سلام سلام. والله يا امي انا اللي انبسطت ان انا شفتك وشفت الحاره كلها. ربنا يخليك ليا. لا انا في المكتب، انت عارفه بقى ضغط الشغل اللي عليا كتير. الحمد لله. بقول لك يا امي اسمعيني كويس، الفلاشة اللي أنا اديتها لك الموضوع مختلف. كان في لجنه في الطريق وعمر الطريق ده ما كان فيه لجان، واحنا كنا محرزين وكان لازم نغير الطريق. وبعدين هما يروحوا مني فين يا حبيبي؟ الفلاشه دي لو ما بقتش معانا لا انا ولا انت يبقى لنا قصر. ما تقلقش يا كبير، وحياه شرفك ما يصبح الصبح غير لما كل الفلاشه دي في حضني. الفتره دي هنركز اكتر على النظام الغذائي، مفهوم؟ انتوا الاربعه كده ليكوا نظام لوحدكم. انا ملاحظ ان انتوا فعلا عايزين تخسوا. اه خالص. اما انت يا اكرم فانت ست ايام دايت ويوم جوع. اكرم انت كويس؟ سواريز كان كده، بدا عندي كده، شوف بقى فين دلوقتي. انا هعمل لك نظام يخليك زي القمر. يوم تفاح. مش مشكله بحب. يوم شوفان بيلزق في الحل، بس مش مشكلة. ويوم تتفرج على مسلسل الفنانة نبيلة عبيد. لا كده ذنب، والله كده ذنب. قلت انا ليه يا كوتش؟ انا شايف ان في دلع، عشان كده انا هجيب لكم اللي ربيكوا يا كابتن اودي. يا صباح الفل على الرجالة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بقول لك يا كابتن. ايه يا كوتش؟ انا عندي ناس محتاجة تتعمل منها لعيبة كورة بجد. بتاعتي ده يا كوتش، انا ما بحبش الدلع في لعبي. خير يا افراح؟ كلمتيني في حاجه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا اودي، انت شفت زماره النهارده؟ زماره؟ لا ما شفتوش. ماله زماره؟ يا لهوي، زماره ما ظهرش طول النهار وبكلمه على الموبايل تليفونه مقفول. انا قلبي واكلني قوي يا ست. اهدي ان شاء الله ما فيش حاجه. ما انت عارفه زماره هتلاقيه هنا ولا هنا ولا حاجه. لا لا المره دي انا قلبي واكلني قلقان عليه. لا انا مش هسكت. راح فين يا افراح؟ راح يا اخويا ادور على اخويا. امال انا هفضل قاعده ساكته كده؟ استرها علينا يا رب. استني خديني معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو النبي يا رب، لو النبي يا رب، الحلم ما تنزلش الارض. لهوي النبي يا رب، حلمت حلمي في كفي كفي، ما سبت حلمي ما تبت. اسم الله يا ولادي، اسم الله يا حبايبي، قلبي وجعني. لا 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 والله العيال فيهم حاجة. اه يا عسلية، الولا زمارة، زمارة في حاجة يا رب. والنبي يا رب، ده انا ما حلتش غيرهم والباقي دي هم متشحططين. والنبي يا رب تجمب لي السلامة. زمارة في حاجة ورحمة ابويا، زمارة في حاجة. ما تقلقوش، انا كلمت ابن اخويا امين شرطه في المسطحات
وهيقوم بالواجب. مسطحات ايه بس يابا؟ هو ممسوك في مركب؟ بقولك انا كلمت نور بيه معاون المباحث وهو اللي بيحقق في الموضوع بنفسه. نور بنفسه؟ ده حامل الدبابير لوحده وهيجي هنا المنطقه؟ لا مش عارفين. وحضرتك بتسال ليه يعني؟ عشان نقوم معاه بالواجب. واجب ايه؟ انت محسسني انه ابن اختك يا جدع. يا باي عليك ايه ده؟ لا ده انا دورت عليه في كل حته مش لاقياه. اخوكوا فين؟ سكتوا ليه لما دخلت؟ بتقولوا سر؟ يبقى انتوا عارفين حاجه مش عايزين تقولوها لي. عسليه اخوك فين يا عسليه؟ افراح زمره فين يا افراح؟ اخصى عليك يا خاينه، ده انا بطمن عليهم هما معاكي. الواد بقاله يومين، يومين مش شايفاه. ده هو الوحيد اللي كان بيخش عليا يسال عليا. اخوك فين؟ ما تنطق. ما تهدي ياما، هو بصراحه كده جات له سبوبه يعني وطلع يغني كده ففرح لوحده حفله يعني ياما على الهوا كده. لا هوا ما يعملهاش، هو مش خاين زيكم. ده حبيب قلبي انا، ده هو صحيح طويل بس هو وهبل، ما بيروحش في حته لوحده. سبت اخوكي ليه يا بنت؟ ياما اخويا كويس ان شاء الله بخير. بخير بخير قلتوها؟ بخير يبقى هو مش بخير، يبقى انتوا عارفين حاجه. بصلي مش هتقدر تحط عينك في عيني. هو في حاجه؟ ده انا حلمانه بيه يا حبيبي. لابس اسود في اسود وحواليه غرابيب سود في سود. حبيبي يا زماره، هتقولي زماره؟ انزل دور على اخوك يا عره الاخوات. والله العظيم ان ما كنت تنزل تدور عليه انزل ادور عليه بنفسي انا في الشوارع. خلاص ياما هادي ياما، انا هنزل ادور عليه واجيبهولك. ايه ده؟ خلفه كاظم الساير يعني؟ على الله ترجع من غيره، ما انتش داخل البيت. وانت انت يا عواله يا حساله، انت ايه؟ انت ما بتحسش؟ انت تلاجه؟ انت فريزر؟ هو انت ايه على قلبك مراوح كده؟ ليه مش ابنك اللي تايه ده؟ روح دور عليه. اجري او ما ادور عليه، ده ابن حبيبي. ابن حبيبي. حبيبي عشان انا فكرتك بس. اخص عليكم. وانتي انتي يا كدشانه انت علي لينا اهو، انتي يا قرشانه اللي بتعرفي كل حاجه وتعرفي التايهه وتجيبيها. سايبه اخوكي ليه؟ ياما اخويا جاي، والله العظيم اخويا جاي. هدي نفسك انت. هدي نفسي ازاي؟ ده زماره، عارفه عن ايه زماره؟ برقبتكم كلكم. امشي يا بنت، امشي دور على اخوكي. يلا ما اشوفش وشك انا غيره. الله العظيم لا اشوف حد يخطفنا انا كمان. يلا يلا شو السودا دي؟ مشي عيال سفله. والله ما فيكوا غير زماره، انا عايزه زماره. يا رب تيجي يا زماره. سعادتك يا باشا ليه ضيعت وقت في الربطه دي كلها؟ يعني انا كنت هعمل مع سعادتك ايه يعني؟ حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بنجات وعضلات. انت مشترك في جيم ايه؟ بس يالا. بس يالا اللي في الجيزه؟ اخرس خالص. اخرس خالص؟ ده الفرع التاني؟ يا ابني قلت اخرس. ماشي يا باشا. طب لو الواد ابراهيم بلاميط اللي عامل الحوار ده كله علشان انا هزقته في اللايف، انا ممكن اعمل لايف تاني واعتذر له. وبعدين مش ذنب يعني ان انا صوتي احسن منه، ولا كنت الواد ساعت خنفسه؟ خنفسه مين وبلاميطه مين؟ الموضوع في مراد اخوك. مراد اخويا؟ هو مراد بيغني مهرجانات؟ انا بحسبه بتاع نوى بس. هي عيله فنيه بس على فكره انا اشهر منه في المهرجانات. انت على كده بقى مشهور؟ مشهور وعندي جمهور كتير، عندي 1000 فولورز على اليوتيوبر. طب بص يا عم الفولورز واليوتيوبر، هقول لك كلمتين هتهدى وتسكت، وساعه يجي اخوك وتمشي. ولو ما جاش هتقعد معانا، ولو جه هتروح، ولو ما جاش بس بقى. حاضر. على فكره بقى انتوا ما تعرفوش انتوا بتكلموا مين. انا ممكن اعمل قلق بس عشان انا مربوط، انا ممكن افجر المكان كله. ولا انا ممكن، انا معلش انفعلت شويه بس. ما تنفعلش تاني. حاضر معلش. هو الراجل ده بيبص لي بصه عصابه ولا قصده حاجه تانيه؟ بس يا حاضر حاضر. اسمع بقى يا حبيبي اللي هقول لك عليه وهتنفذه بالحرف الواحد. لا لا يا لا هنفذه. الو ايوه انا الدكتور مراد. ايه هو فين؟ طيب ايوه زماره، ايه اللي حصل؟ طب انت في مستشفى ولا فين دلوقتي؟ طب حد بلغ الاسعاف؟ انهي طريق؟ طيب انا جاي لك حالا، على طول حالا هكون عندك.